خليني اقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيحب ايه، يحب ايه الهيئات اللي ربنا يحب يشوفك عليها فتبقى عند ربنا فعلا بتقدر الخلق وبتعبد ربنا بهذه العباده. ربنا يا جماعه يحب مننا حاجتين عشان فعلا نكون بنقدر الخلق. رقم واحد ان احنا نكون سلام مع كل الناس، ما تبقاش مؤذي. رقم اتنين المساواه بينك وبين كل الخلق. خليني الاول عشان ما اخدش من وقتكم كتير اخش على طول في موضوع ان احنا نكون سلام ما نبقاش مؤذيين. امه الاسلام يا جماعه مش امه الكذابين، امه الاسلام هي امه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. وعلاقه الكذب بالموضوع، انت لما تبقى ماشي في الشارع ربنا علمنا تحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الانسان المؤذي يا جماعه بعيد عن ربنا وقلبه قاسي، وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي. وخليني اقول لك على حاجه قبل ما نتكلم في موضوع الإيذاء باستفاضة أكتر. العلماء قالوا إن إيذاء الإنسان بيبقى إيذاء بدني في جسمه، وإيذاء نفسي في مشاعره، وإيذاء مادي في حقوقه. بدني ونفسي ومادي، الثلاث أنواع دول أي واحد يكون مؤذي فيهم بيكون بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى. وأنا الحقيقة سمعت حديث عايز أشارك حضراتكم فيه، كنت أول مرة أقرأه في حياتي، هو حديث في البخاري. حديث ده لما قرأته وقفت قلت هو أنا أنهي واحد في الأصناف دي، صنف قريب لربنا وصنف بعيد عن رب العالمين. أحبك يا رب، إحنا بنطلب القرب ورضا ربنا وإنه يفرح بنا ويباهي بنا الملائكة، فما ينفعش نكون الصنف التاني. قال صلى الله عليه وسلم لما مرت بيه جنازة شافها النبي وقال في الدنيا مستريح ومستراح منه. واحد لما يموت يستريح، واحد لما يموت الناس تستريح منه. قلنا يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، أما العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وأنا بسمع الكلام ده سألت نفسي، يا ترى لما موت مراتي تستريح مني وأولادي، ولا يفتكروني بالدعاء ويعملوا لي عمرة وحج؟ يا ترى أنا إيدي طويلة وبتتمد، أو لساني طويل ومؤذي ونظراتي جارحة للمشاعر؟ يا ترى أمي لما موت هتفتكرني بالخير، ولا تفتكر مشاعر وحشة كانت جوه قلبها من صوتي العالي وإيدي الطويلة؟ جماعة اللي بيحب ربنا لازم يركز قوي 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 في إكرام الخلق.